ودلوقتي خلونا نروح لمجزر البساتين مع زميلنا كريم ديبرز، وهنشوف معاه مدى توافر اللحوم السودانية وضخ اللحوم الطازجة في السوق بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم بألف خير. صباح الخير عليك يا كريم. سنت صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. يمكن زي ما انت قلتي فعلا دلوقتي احنا عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه والشعب المصري كله بخير وبصحه وسعاده دايما باذن الله. ولكن كمان عيد الاضحى المبارك هو موسم مهم جدا في اللحوم. احنا كمان النهارده موجودين زي ما قلتي في مجزر البساتين، وده النهارده بنستقبل اللحوم السودانيه الطازجه. طبعا اللحوم اللي بيتم توفيرها للمواطنين سواء كانت سودانيه او برازيليه اكيد اسعارها بتختلف، ولكن هنا احنا هنا في المجزر في اسعار ثابته منزلاها وزاره التموين. طبعا مش بس اللحوم بتبقى في المجازر، ولكن كمان في المعارض المختلفه اللي بتكون باسعار كمان مخفضه. في طبيعه الحال طبعا في عدد كميات معينه من اللحوم بيتم ضخها في الاسواق، سواء بقى في الايام العاديه ممكن تبقى 20 طن ل 25 طن، لكن موسم عيد الاضحى بتوصل اوقات ل 60 طن و 80 طن، وكمان في الايام القليله اللي قبل عيد الاضحى المبارك بتوصل كمان ل 120 طن. لكن قبل ما بتنزل طبعا اللحوم دي للاسواق اكيد في مراحل بتمر بيها. خلينا دلوقتي معايا دلوقتي ضيفي على الهواء سياده العميد محمود السعداني، وهو رئيس الشركه، رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للحوم والدواجن، عشان يكلمنا على المراحل دي ونطمن برضو على اللحوم وتوفرها في الاسواق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. زي ما قلنا كده احنا بنتكلم على موسم هام جدا، عايزين نتكلم هنا في مجزر البساتين الكميات المتوفره، نطمن المواطنين المراحل اللي بتمر بيها، كلمنا عن ده اكتر. هو في البدايه بنرحب بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين وشعب مصر كله بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هو في البداية احنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت بنضخ في متوسط من 60 ل 70 طن، يوصل في الذروة إلى 100 120 طن يوميا. هذه اللحوم في البداية أوضح حاجة لحضرتك، بتيجي الأبقار من السودان، في لجنة من الطب البيطري موجودة هناك في السودان للكشف على الأبقار للتأكد من خلوها من أي أمراض. ده قبل شحن الأبقار إلى منطقة توشكا. في توشكا محجر يسع 30,000 راس، مجزر على اعلى مستوى، بيتم فور وصول الابقار الى محجر توشكا، بيتم الكشف بتر مره اخرى، يتم الذبح في المجزر، والمجزر هناك على اعلى مستوى، التاكد من بعد الذبح يتم الكشف بتر مره اخرى للتاكد من خلو الابقار اللحوم من اي امراض. بيتم شحن اللحوم بعد الذبيح من توشكا الى المجزر، مجزر جيركو في البساتين. حضرتك عارف ان الشركه المصريه للحوم والدواجن تابعه للشركه القابضه، بقدر ما الشركه القابضه بتوفر جميع السلع الاستراتيجيه ومنها اللحوم، بيتم وصول اللحوم الى مجزر جيركو في البساتين في عربيات مبرده، بيتم صرف لجميع المنافذ الخاصه بالشركات الشقيقه. الشركات الشقيقه في 1350 منفذ على مستوى الجمهوريه. بيتم ضخ اللحوم يوميا في الايام العاديه زي ما حضرتك تفضلت وقلت من 30 طن ل 40 طن. في المواسم زي عيد الاضحى المبارك بنوصل النهارده في حدود 65 طن، توصل ل 120 طن يوميا. طيب سياده العميد، يعني حضرتك بتكلمني على انه يوميا الحاجه دي او اللحوم بتوصل منها اللحوم السودانيه، احنا بنتكلم عليها ان هي طازجه لسه جديده، طيب ازاي نقدر نطمن المواطن انه الحاجه دي بيتم الحفاظ عليها في بيئه كويسه، بتتنقل عن طريق ايه، بنطمن ازاي ان هي خاليه تماما من الامراض، وكمان بتتضخ يعني في السوق كل قد ايه؟ هل هيكون في متوافر في العيد الفتره الجايه ولا ممكن السوق يبقى اخباره ايه؟ وانا زي ما قلت لحضرتك المحجر يسع 30,000 راس، بيتم استعواض ما يتم ذبحه يوميا من السودان. بتوصل اللحوم هنا في عربات مبرده، بيتم الصرف لجميع الشركات في جميع لكل الشركات عربات مبرده ايضا. في الطب البيطري الخاص بمحافظه القاهره عنصر بيطري موجود عندنا هنا في المجزر، بالاضافه الى اطباء البيطريين موجودين تابعين للشركه. بيتم الكشف البيطري واستبعاد اي حاجه، ودي ما حصلتش قبل كده، لو حصل في اي حاجه فيها اي عيوب بيتم استبعادها تماما. من يعني احنا بنطمن كل الناس اللي بتستهلك لحوم سوداني لحوم ذات جوده عاليه، اسعارنا بتقل عن الموجود في السوق من 25 30%، ودي مش هتلاقيها في اي مكان تاني. يعني تقريبا كده يا فندم اسعار اللحوم السوداني كام دلوقتي في السوق، او بتتراوح من كام لكام؟ وكمان البرازيلي، يعني لو حد مش بيستخدم اللحوم السوداني اكيد في اللحوم البرازيلي كمان متوفره. اللحوم البرازيلي متوفره، اللحوم السوداني ب 115 جنيه، اللحوم السوداني ب 85 جنيه خلال فتره عيد الاضحى المبارك، ومتوفره بكميات تغطي جميع منافذ الشركه القابضه. يعني
يعني اذا كمان هيكون في تخفيضات على الاسعار، من 115 هتنزل توصل ل 85. اللحوم الطازجه 105 جنيه، اللحوم المجمده البرازيلي 85 جنيه. واللحوم 105 ده اقل من السوق، يصل من 20 ل 25%. طيب سيادة العميد شكرا جزيلا يعني على هذه المعلومات الوفية، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. وزي ما شفنا مع بعض يعني يمكن هي توافر اللحوم هو جزء مهم جدا جدا، جزء خاص من السلع الاستراتيجية بيتم توفيرها في الأسواق، لكن كمان بيتم تسعير اللحوم دي سواء السودانية أو البرازيلية. البرازيلية ب 85 جنيه تقريبا الكيلو، السودانية بتوصل ل 115 جنيه علشان لحوم طازجة بيتم توفيرها يوميا. ولكن في العيد الأضحى كمان الناس ما تقلقش، بيتم توفير كميات أكبر بكتير جدا عشان استخدام المواطنين، وكمان عشان نتأكد من صلاحية وجودة اللحوم دي. طبعا أكيد بالطرب بيكون في كشف بيطري قبل الذبح وبعد الذبح ومرحلتين كمان خلال هنا في مجزر. بس خلينا نتكلم كمان أنه بعد الذبح بيتم توزيع اللحوم دي على 1300 مخزن استهلاكي بشكل عام على مستوى الجمهورية، إذا تكون متوفرة تقريبا في كل المحافظات وفي كل المعارض اللي هيتم توفيرها من وزارة التموين. كمان بالإضافة لده في كمان جزء كبير جدا من رؤوس الماشية جاهزة للذبح وموجودة على الحدود المصرية السودانية، وصلت تقريبا ل 6000 رأس ماشية موجود بالفعل وجاهز لأي طارئ من الممكن يحصل أو حتى لضخ كميات أكبر من الأسواق لو الأسواق احتاجت ده. ودي يعني نقل الصورة كاملة من مجزر البساتين، والآن عودة ليكم مرة تانية، وكل سنة وانتم طيبين وبخير. كل الشكر ليك يا كريم مراسلنا كريم بيبرز، وأكيد الشكر موصول لضيفك الكريم.